سأعرض لكم اليوم فيلماً كوميدياً ودراماً وخيالاً علمياً من عام 2002 بعنوان سيموني. يقوم فيكتور تارانسكي بإزالة العلكة الحمراء من وعاء مليء بها. إنه مخرج سينمائي كافح من أجل إحداث ضجة مؤخراً. يزداد الأمر سوءاً عندما تستقيل الممثلة العالمية الشهيرة نيكولا بسبب شكوى حمقاء بحجم مقطورتها. على الرغم من توسلات فيكتور غادرت في وقت لاحق، يقول المنتجون إن عقد نيكولا يمنعهم من استخدام أي من اللقطات لديهم منها. يريد فيكتور إعادة التصوير، لكن المنتجين يرون ذلك بعيون تجارية ويريدون القتل المشروع وتقن. ستجري سيمون مقابلة تشرح أنها أرادت فقط استراحة من كل السحر والأفلام والمراسلين، لذلك طلبت مساعدة فيكتور، مما أدى إلى ظهور أخبار وفاة مزيفة. المحاورون يأكلونه بسهولة، ثم كشفت بعد ذلك أنها لن تعود إلى السينما، لكنها بدلاً من ذلك ستنتقل إليها السياسة. لقد أظهرت لهم طفلاً صغيراً، طفلها، الذي يبدو أنها أنجبته مع فيكتور. يجلس فيكتور بمفرده أمام شاشة خضراء. النهاية. شكراً لمشاهدتك. يرجى إعجاب والاشتراك إذا كنت ترغب في مشاهدة المزيد من المقاطع. إلى دعمكم للحفاظ على عمل هذه القناة، يرجى التبرع في مربع الوصف أدناه. شكراً لك.